اليوم البنات جبت لكم واحد الكريم اللي ساهل ماهل، فيه جوج ديال المكونات فقط اللي كيحيد تشقق البطن، تشقق القدمين، خصوصا في فترة الشتاء. احنا في فصل الشتاء دابا كيتشقق لنا اليديات ديالنا، القدمين، البطن. هذا الكريم كيدار للجسم فقط، ما ديريش لوجهك حبيبتي، لوجهك لا، الجسم فقط. خليكي مع الفيديو. لا الغزالات ديالي كدايرين، لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو هادي. وإلا كنتي حبيبتي اول مره كتشوفيني، معك عالم ناديه ام اسيل للوصفات. اليوم البنات جيت نشارك معكم واحد الكريم رائع البنات، كريم رائع، كريم لتشقق القدمين والبطن من بعد الولاده، او لك كنتي غليظه وضعافيتي كيبقى لك داك التشققات في الفخاد ديالك او في الدرعين ديالك. رائع البنات، غزال بزاف، وكلكم خليتوا لي تعاليق وقلتوا لي جاك الحجاب بحال هكا زوين، كنشكركم جزيل الشكر، كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ضعافيتي انا دي اشنو درتي، فحبيبتي انا راني درت ديتوكس ديال فوريفر، ها هو النمره ديال البنت هي هذه اللي كتبيعو من الشركه نيشان، ان شاء الله لقيت عليه استحسان رائع البنات، طيحت به تقريبا 17 كيلو اللي طيحت به البنات، فعلا البنات رائع بزاف بزاف. كنتمنى انكم حتى نتوما الا كنتو غلاظ بزاف اولا كانت عندكم سمنه مفرطه، ما غينفعكمش لا 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 زرعت الكتان لا حبوب الشيه لا حتى شي حاجه، غينفعكم غير الديتوكس ديال فوريفر، لان الديتوكس ديال فوريفر كينزل من الوزن، كيحيد السموم ديال الذات كامله. وإلا كنتو بغيتوه، انا راه ما كندير لا اشهار لا حتى شي حاجه، انا راني خديتو فلوسي، ها هي النمره ديال السيده هي هذه، مرحبا بكم عندها، راه كتواصل معاكم وكتتبع معاكم الديتوكس حتى كينجح معاكم. المهم بلا ما نكثر معاكم الهضره، خليكم مع الطريقه ديال الكريم اللي قلت لكم لتشقق القدمين واليدين، البطن من بعد الولاده، غزال بزاف، خصوصا حنا دابا في فتره الشتاء ما كنشربوش الماء بزاف بحال فتره الصيف، الجسم ديالنا كينشف وكيولي تشقق لينا، فلهذا بغيت نصاوبو، قلت علاش ما نشاركوش مع خواتاتي وصحاباتي وحباباتي. كنتمنى حبيباتي الا عجبك الفيديو وعجبتك حتى انا طبعا، ما تنسيش تبارطاجي الفيديو مع الصحاب والخوت والحباب باش هكا الكل يستافد. المهم خليكي مع طريقه التحضير، راه ساهل، راه غير من جوج مكونات فقط لا غير، ما غنكثرش عليكم المكونات، ورخيص بزاف وغينفعك، وغترحمي لي عليه الوالدين، اهم حاجه انك غترحمي عليا ليه الوالدين. وشكرا لكم كامل، وخليكم مع الوصفه. اول حاجه حبيبتي عندنا الشمع النحل، الشمع ديال النحل كيتباع عند العطار، قول لي يعطيني غير الشمع ديال النحل، ماشي هاد الشمع هذا، هذا ما عنده ما يدير لك حبيباتي، غادي غير رطب لك فقط لا غير. اما هاد الشمع هذا هو اللي خدام، سبحان الله، هاد الشمع بحال اللي قلتي كيسودي اللحم، بحال اللي كيجمع اللحم مع بعضياته. هاد الشمع راه كيحسن من الرطوبه اللي كتكون في البشره، كيحميها من الجفاف، غادي تلقاو في بزاف ديال المكونات الجميل والعنايه بالبشره بحال العكوره، بحال الفارابوبيير، بحال مرطبات الشفاء، في بزاف ديال العناصر المغذيه والفعاله اللي كتمنع البشره والجلد الصحه والجمال، كيمنع التشققات في الجلد وكيمنع الشيخوخه المبكره، وكيخلي الجلد يتنفس بشكل احسن، وكيسرع عمليه التئام الجروح، وكيدار البنات في احسن المراهم اللي كيتباعوا في الصيدليه اللي كتجمع الجروح، كيدار فيهم هاد شمع النحل، وراه كيفتح البشره وكيخلي النضاره. المهم غتجيبوا ماشي هذا، غتجيبوا حكاكه، كيف قلت لكم حكاكه، غتحكوا في الحكاكه الرقيقه، دابا الحال بارد ما بغاش يتحك ليا، حكيته في الحكاكه الغليظه، غنحول الحكاكه الغليظه. انا هذا الكريم هذا كنت درته في فولاتي الثانيه، كانت فولاتي الاولى شريت كريمات غاليين الثمن وما داروا ليا والو لتشققات البطن، ومن بعد فاش كنت حمل كانت اختي اللي عطاتني هذا الكريم هذا، شاركته معايا، كنقول لها شكرا بزاف بزاف، كانت عطاته ليا وكنت درته، وفعلا البنات سحر والله الا سحر، غير هو كيبغي المداومه، عرفتي بحال تقولوا انا ما ولدت ما جاني لا تشقق انا نهائيا، وفاش دابا ضعافيت فكرت انني نديرو باش هاد التشققات اللي كيكونوا من وراء الضعف ما يبقاوش نهائيا. صافي هذا هو الشكل ديالو، ها نتوما من بعد ما حكيتو غتاخدي تقريبا ثلاثه المعيلقات كبار، ثلاثه، شوفوا البنات احترموا الكميه، ثلاثه المعيلقات كبار. انا بغيت نعبر لكم باش يكون العبار يجيكم الكريم ناجح 100%، وما يجينيش شي تساؤلات في التعاليق راه ما نجحش معنا الكريم، او علاش ما علاش انت نجح معاك وانا لا. فلهذا حبيبتي تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا ينجح معاك الكريم. من بعد ما حكينا وخدينا ثلاثه المعيلقات كبار حبيبتي، هنا عندك الاختيارات، يا اما تضيفي ليه خمسه اربعه المعالق ديال زيت جوز الهند،
الا ما عندكش جوز الهند ضيفي زيت الورد، اولا ديري بحال اللي كندير انا، كنضيف ليه غير زيت الزيتون، مع انه اختي كانت قالت لي ضيفي ليه زيت الورد يكون احسن، وانا كنضفت ليه غير زيت الزيتون ولقيت عليه استحسن، حيت زيت الزيتون من الاف السنين كيديروه في اربع انواع من مضادات الاكسده اللي كتساعد في العلاج التلف اللي كيحدث في البشره، في واحد الحمض لينيلوليك اللي كيرطب البشره. صافي وكنخلطو مزيان بحال هكا كتخلطيه صافي، وهنا غنضيف واحد الكاسرونه فيها الماء، وغنديرو في حمام مريم. هنا البنات ما تحركيش، بقاي تحركي فيه ما تحركيش من حداه باش ينجح معاك الكريم. غتبقاي تحركي هاد الشمع، هذا ما كيدوبش في الماء، كيدوب في الزيت فقط ماشي في الماء. كريم رائع حبيباتي. الا كنتي غليظه وضعافيتي، الا ضعافيتي مثلا كنتي ضعيفه وغلاضيتي، تشقق لك اللحم، الفخاد، الجناب، الكرش، الدراوع، غادي يهنيك، غيفكك وغترحمي ليا الوالدين عليه. ها نتوما حتى كيولي على هذا الشكل، هذا راه دغيا كيدوب، راه ما كيتعطلش دغيا كيدوب معاكم، حتى كيتخلط الزيت بالشمع، حتى كيتخلط كيولي سائل واحد. صافي هنا غنضيفوا ليه قطرات من ماء الورد، قطرات من ماء الورد. شوفوا راه دغيا كيجمد، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الماء ورد. صافي وغتحركيه مزيان، وغنجيب واحد الزلافه تكون كبيره وغندير فيها ماء بارد من الثلاجه درتو، باش هكا نسرع عليكم دغيا باش دغيا يبرد معايا ودغيا نخدمو قدامكم. صافي وغتبقاي تحركي فيه. اهم مرحله في هذا الكريم باش ينجح معاك، اهم مرحله انا كنكررها هي هذه هي اهم مرحله، انك تحركيه مزيان، تبقاي تخدمي فيه حتى يولي كريمي. شوفوا ها نتوما راه جمد مع الجناب، وانما ما غنوقفش انا نهائيا من التحرك، ما بغيتش نحرق لكم هذه المرحله حيت هي المهمه في الفيديو. صافي غتبقاي تحركي حتى كيولي كريمي كيف قلت لكم. ها نتوما شوفوا الشكل مع التحرك غيولي كريمي، راه جمد ليا مع الجناب، راه دغيا كيجمد، علاش انا قلت لكم هذه اهم مرحله. صافي من ملي غنحركو مزيان ويولي شكل كريمي، غنزيد عليه هنا تقريبا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون باش نخلي القوام ديالو يكون كريمي اكثر. ها نتوما شوفوا التحرك، راه ما حبستش نهائيا، وهكا قطعت وكملت التحرك، كملت راه قطعت معكم الفيديو وكملت التحرك. صافي غنزيد واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، صافي وغتكملي التحرك مزيان، ما توقفيش نهائيا. فعلا والله الا كريم ناجحه حبيباتي. كنتمنى انك تجربيه، ولا عجبك طبعا الفيديو فضلا وليس امرا تبارطاجيه مع صحاباتك، مع خواتاتك، مع العائله، مع اللي عزيز عليك. هانتي شوفي الكريم، شوفي كيفاش داير، شوفي عرفتي كي كيخلي اليدين، كيخلي واحد الملمس ناعم في اليدين. انا هذا ما كيخطانيش نهائيا كيف قلت لكم، من حدا البوطاجي كنسالي المويعنات، كنشف يديا من الماء كندهنو، كيخلي اليدين رطبين بزاف، والرجيلات دهني لرجيلاتك ولبسي تقيشرات وتفكريني ورحمي ليا الوالدين. اهم حاجه انك ترحمي ليا الوالدين. شفتوا الشكل ديالو كيفاش داير؟ صافي كنجيبو شي قرعه بحال هكا، صافي وكنديروا فيها. بالنسبه لمده الصلاحيه ديالته، هذا راه ما غنديروا فيه لا فيتامين او لا والو، مده الصلاحيه ديالته حتى يسالي، ما عندوش مده صلاحيه، حتى يسالي الكريم على عام، على 6 شهور، المهم حتى يسالي. انا هاد الكميه هادي كدي ليا تقريبا 3 شهور اللي كدي ليا، كندهن الجسم ديالي وكندهن الايديا ديما يوميا، كدي ليا تقريبا 3 شهور لاني كندير منه غير شويه ماشي بزاف. صافي وكدهني لاي بلاصه، اي جسم، اي بلاصه عندك في الجسم ديالك فيها التشققات، يا البيضاء يا الحمراء، ديريه وتفكريني ورحمي ليا الوالدين، وخليك مع طريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال وهي انك كدهنيه يوميا، دهنيه لرجيلاتك ودير البسي التقيشرات، دهن ملي تبكي الماعن وتسالي روينتك وداكشي، مسحي يدك هكا بفوطه نشفيها بالماء ودهنيه، راه كيخلي لك واحد النعومه وواحد الرطوبه في اليدين ما نعاودش كيفاش دايره. دهني البطن ديالك، اي مكان عندك في الجسم ديالك في التشققات دهنيه، غير هو لوجهك ما دهنيش لوجهك، الوجه لا. انا كنوصيكم البنات ما دهنوش لوجهكم، انا كنوصيكم دهنوا الجسم ديالكم كامل الا الوجه. وغتكون هذه هي نهايه الفيديو، وإلا عجبك طبعا حبيبتي الفيديو ما تنسيش تبارطاجي مع الصحاب والخوت والحباب باش تعم الفائده، وان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده، ومع السلامه.